خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، الرئيس السيسي يقرر مضاعفة ميزانية المبادرة إلى 400 مليون جنيه، ويكرم عددا من شباب الخريجين. إسماعيل يعلن عن اجتماع وزاري يضم مصر وإثيوبيا والسودان لبحث التقرير الاستشاري لسد النهضة. الحكومة العراقية تعتبر وجود حزب العمال الكردستاني التركي في محافظة كركوك بمثابة إعلان حرب. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم لتفاصيل الأخبار. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مضاعفة ميزانية مبادرة رواد تكنولوجيا المعلومات إلى 400 مليون جنيه. جاء ذلك خلال الاحتفال اليوم بتخريج عدد من شباب خريج المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائع حفل تخريج دفعة مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس، حيث تفقد سيادته معرض خريج رواد تكنولوجيا المعلومات واستمع لشرح مفصل من خريج المبادرة لمشروعاتهم. الار او في دي بتستخدم انها بتنزل اعماق مختلفة والانسان ما يعرفش ينزلها، وبتعمل ميشنز زي مثلا بتصلح الانابيب تحت المية وبتستكشف الاثار الغرقة وبتصلح الكابلات النت اللي بتبقى تحت المية. عقب ذلك التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع شباب مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل والذين قدموا تلك المشروعات التكنولوجية المتطورة. من جانبه ألقى السيد وزير الاتصالات ياسر القضي كلمة أكد خلالها أن مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل جامعة لجميع برامج الدولة لبناء قدرات وتنمية الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التدريب على أحدث التقنيات في عدد من التخصصات التكنولوجية المتقدمة. ونلتقي اليوم بممثلي خريجي هذه المبادرة التي تشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذها من خلال أذرعها المختلفة، والتي توفر إطارا شاملا متكاملا يضم عدة برامج لتنمية القدرات البشرية للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتجدد دائما محليا وإقليميا وعالميا. هذا وقد استمع السيد الرئيس إلى شرح مفصل من خلال الفيديو كونفرنس حول مجمع الإبداع بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب. وخلال مداخلات مختلفة مع عدد من المشاركين، أكد الطلاب أن المهارات التي اكتسبوها من خلال مبادرة الرئيس السيسي مكنتهم من الحصول على المركز الثاني على مستوى العالم في أولمبياد الروبوتس العالمية. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن شكره لمبتكري المستقبل على جهودهم. عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواد تكنولوجيا المستقبل، تضمن نماذج لتجارب عدد من الشباب المشاركين من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه المبادرة وما اكتسبوه من خبرات في مجال التكنولوجيا. وخلال استماعه لعرض الشباب، أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المداخلات، أكد خلالها أن الدولة على تم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمشروعاتهم. المركز ده أنا مستعد بأي شكل أعمله مهما كان تكلفته، بشرط أن أنتوا تيجوا معانا، تيجوا معانا ونقدم القدرة دي لمصر اللي هي بناء البرمجيات. أنا مستعد، شوفوا أنتوا عايزين تعملوا إيه وأنا مصدق. هذا وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من شباب خريج المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل. وفي ختام حفل تخريج خريج المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل، قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مضاعفة ميزانية مبادرة رواد تكنولوجيا المعلومات إلى 400 مليون جنيه. ولو قدرنا نحن نعمل برامج تستدعي نقدر من خلالها انتقاء وفرز، إن كان التعبير ده بقى تعبير مناسب، ننتقي بيه أفضل عقولنا
ونبتدي نعملها برامج وتأهيل وتدريب وندفعها ان هي تبقى في المقدمة، مقدمتنا احنا، عشان هم يتولوا إدارة البلد دي ويتحركوا بيها. كان المقترح مع المهندس ياسر من 3 سنين ان احنا نتوسع في المناطق والقرى الذكية في مصر، كان هما 7، كان بيعرض عليا ساعتها 7 قرى، فكان طبعا البرنامج عايز مدى زمني طويل. قلت له طب احنا ليه هنعمل المدى الزمني الطويل ده؟ طب ما نختصر المسافه. فقال لي يعني الصعيد احتمال ما يبقاش عليه اقبال قوي. قلت له يا اخي بس نعمل وهنشوف النتائج. وكانت النتائج ان الصعيد اكثر اقبالا، مش كده ولا ايه؟ ايات عبد اللطيف، النيله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر. مرحبا بك دكتور عبدالله، تهانينا القلبية طبعا بهذه المبادرات، ونحن يعني نحتفل في الحقيقة بتخريج دفعة جديدة من شباب خريج الجامعات المصرية والمبادرات الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. دكتور عبدالله، بداية كيف نقرأ هذه الدفعة وإصرار الرئيس شخصيا على وجوده في مثل هذه الحفلات من التخريج، و يعني يتقبل الشباب ويتقبل كل الاقتراحات الخاصة بهم كمان، ويرفع المبادرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات؟ الحقيقة إن ما حدث اليوم من وجود السيد الرئيس في معرض رواد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومن دفعه للمبادرة الأساسية لرواد تكنولوجيا المستقبل، يكون السيد الرئيس بذلك قد روى ظمأ القلوب إلى تشجيع العلم والعلماء. هذه مبادرة حفرت نفسها في سجلات التاريخ، فنحن لن نتقدم بغير العلم، ولن يكون لنا مكان وسط أمم العالم بغير العلم. كما أن أسرع وسيلة للنهوض واجتياز مراحل التخلف هو العلم، ولذا وضع السيد الرئيس يده على كبد الحقيقة حين شجع هؤلاء الشباب، وحين عرض المجمع الإبداعي، وحين رحب واحتفى بمبتكري المستقبل. بل أكثر من هذا، إن مبادرة السيد الرئيس لم تتوقف فقط عند الشباب، وإنما التفتت أيضا إلى ذوي القدرات الخاصة. هذا كله يعني أن السيد الرئيس يتجه بقوة نحو دفع عجلة العلم والعلماء إلى الأمام، ونحن معه في ذلك أيضا بكل قوة، ونرجو أن يستمر على الدرب. فبلادنا في حاجة إلى احترام العلم والعلماء، وفي حاجة إلى تشجيع العلم والعلماء، وفي حاجة إلى احتضان العلم والعلماء. فهؤلاء هم قادة المستقبل، وهم الذين تعدهم مصر للغد القريب إن شاء الله. طيب دكتور عبدالله، يعني رفع الميزانية الخاصة بمبادرة رواد تكنولوجيا المعلومات لحوالي 400 مليون جنيه، أكثر من الضعف تقريبا. نعم. ده بيدل طبعا حرص الرئيس شخصيا وحرص الدولة المصرية على الاتجاه قدما نحو الريادة في تكنولوجيا المعلومات على وجه التحديد. وإحنا شفنا النماذج في الحقيقة مشرفة جدا النهاردة، سواء حتى من ذوي الهمم، أنا بحب أستخدم مصطلح ذوي الهمم الخاصة وذوي القدرات الخاصة على إخواتنا. ففي الحقيقة طبعا دي دل إن مصر إن شاء الله بتمشي قدما وتسير في الاتجاه الصحيح. هل فعلا بارتفاع هذا الرقم ووصول لحوالي 400 مليون ده هيدل ان احنا بنسير في خطى وثقة نحو التكنولوجيا؟ نعم، هناك 3 أمور مرتبطة معا يجب ان نلتفت اليه. تفضل يا دكتور. الامر الاول هو مضاعفة ميزانية المبادرة، وفي ذلك تشجيع واسع وحفز لهؤلاء الشباب. الامر الثاني ما ذكره السيد الرئيس من أنه مستعد للدفع بأي شكل لبناء البرمجيات للمستقبل. هذا يعني أن الرجل مندفع بشخصه وبكل قوة لهذا. الأمر الثالث ما طرحه من أننا نبحث عن وسيلة لالتقاء أفضل العقول لرعايتها وتشجيعها. هذه الأمور الثلاثة تؤكد أن السيد الرئيس على وعي كامل بأن العلم هو سبيلنا الوحيد إلى دخول المستقبل. ولذا دون شك نحن في نقابة علماء مصر نشعر بالسعادة والامتنان لما صدر عن السيد الرئيس اليوم، وندعمه بكل قوة. نعم. ونقول له نحن معك يا سيادة الرئيس بكل قوة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.
مشاهدينا الكرام، جاءنا الآن النبأ التالي أنه في إطار عملية حق الشهيد نجحت قوات إنفاذ القانون اليوم بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس، أسفرت عن مقتل 24 فرد إرهابي وإصابة فرد آخر وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، وقد استشهد 6 من أفراد القوات المسلحة. وجاري تمشيط المنطقة حسب ما أعلن المتحدث العسكري الذي أشار إلى أن القوات المسلحة تؤكد استمرار جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية. ومزيدا من التحليل والمتابعة حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء دكتور ناصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بك سيادة اللواء. يعني أهلا مساء الخير. طبعا خالص العزاء في شهداء مصر أولا، ثانيا سيادة اللواء كيف تفسر يعني هجوم هذا الهجوم على عدة نقاط أمنية في وقت واحد واشتباك القوات المسلحة معهم مما أسفر عن مقتل 24 إرهابيا؟ الموضوع ببساطة شديدة، بعد الإجراءات الإخرانية اللي هي بتاعت إجراء حق الشهيد 4 والإحكام القبض على سيناء حاليا، وبالذات دلوقتي بعد المصالحة الفلسطينية وبدأت الأنفاق لا تشكل الخطر اللي كانت فيه، الأنفاق دلوقتي تقريبا شبالها وجود، هذه العناصر في توجيه من القيادة بتاعتها لأن عايزة تتخلص منها بأي شكل. أولا عشان لأن هذه العناصر خلاص ساعتها معدودة أو أيامها معدودة في سيناء وهتتقبض عليها أو هتتدمر، فبالتالي يعملوا أي عملية، أي مجموعة تقدر تعمل أي عملية بهدفين اثنين، أولا إن هم هيعملوا أي خسائر، القيادة اللي بتشغلهم عايزة تتخلص منهم لأن دول لو فضلوا هيعملوا مشكلة ليهم هم، يروحوا فين بعد كده؟ فبالتالي هنجد على طول كل يوم ومتوقعين إن يحصل مثل هذا، لأن القيادة اللي بتشك أو بتحرك هؤلاء الإرهابيين اللي في سيناء عايزة تتخلص منهم بأي شكل من الأشكال، وفي نفس الوقت قبل ما يتدمروا تعمل بيهم أي خسائر في قواتنا. هذه الصفحة اللي قدامنا، وده منتظر إن خلال الأيام اللي جاية برضو يكرروا نفس العملية. بنقول ولادنا احنا مش بنعزي، لا احنا بنهنئ اهالي الشهداء، بنقول لهم هنيئا لكم الشهاده، انتم فعلا تاج على راس مصر، بتقدمكم حياتكم فداء لمصر، فان شاء الله رب العالمين هتتطهر سينا وقريبا جدا باذن الله. طب سياده اللواء، حضرتك ربطت دلوقتي ما بين المصالحه الفلسطينيه وربما يعني بعض الحوادث التي ممكن ان تحدث في سيناء، هل برايك ان هناك من يريد ان يفسد هذه المصالحه؟ يفسد يريد ده وارد طبعا، من غير حتى من غير إرهاب ده موضوع تاني، إنما اللي أنا بقوله إن هذه المصالحة بقت على الأقل منطقة الأنفاق دي اللي كانوا بيهربوا منها وبيجوا منها ملهاش تأثير خلاص، في حاجات تانية كمان هتبتدي في إجراءات أخرى أكثر حسما ضد هؤلاء الإرهابيين، وبالتالي كل اللي بيعملوه دلوقتي قبل ما يتقبض عليهم أو يقتلوا بيعملوا أي عملية زي ما قلت الهدفين اثنين، يعملوا أكبر خسائر ممكنة في قواتنا، وفي نفس الوقت القيادة بتاعتهم تتخلص منهم عشان ما يشكلوا لهاش شوكة في زورها بعد كده. طيب ده يعني ده معناه يا فندم أن القوات المسلحة لابد أن تقوم ب أو يعني ربما كانت بصدد أن تقوم بعمليات استباقية للقبض على هؤلاء الإرهابيين الذين كما ذكرت حضرتك أصبحوا محاطين في سيناء بعد أن أصبحت الأنفاق لا قيمة ولا جدوى لها؟ ده حقيقي، وقواتنا دلوقتي قبضتها شديدة جدا وشغالة ليل نهار في على مدار الساعة. عايز أقول إن كل إرهاب في سيناء دلوقتي ماشي لابس حزام ناسف، لأنهم كلهم متوقعين في أي لحظة إن هم هيتقبض عليهم يا إما هيستهدفوا بوسط قواتنا. القبضة الأمنية بتاعتنا بتزيد، ولذلك كل الأعمال ده هنجد إن هو إيه ما كانش يعني الريتم بتاعهم ما كانش بالسرعة دي، فالريتم بتاعهم السريع بالشكل ده دلوقتي هو ده التفسير اللي أنا قلته. لك جزيل الشكر سيادة اللواء ناصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وبالتأكيد سنتابع أولا بأول هذا الخبر الهام وسنوليكم بأحدث الأخبار.
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا حضره وزراء الخارجية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتخطيط وشؤون مجلس النواب، وذلك لمناقشة بعض المقترحات التي تأتي في إطار اهتمام الحكومة المستمر بتحسين مستوى مناخ الأعمال في مصر والعمل على تطوير الأداء الاقتصادي لمختلف قطاعات الدولة. تناول الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية بما في ذلك منظمة العمل الدولية، ودعوة بعثة من المنظمة لزيارة مصر لبحث مجالات التعاون الممكنة. كما تطرق الاجتماع أيضا إلى برنامج العمل الأفضل للشركات الذي اشتركت فيه مصر، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات على تطوير أعمالها والارتقاء بمستوى أدائها. في غضون ذلك عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماع اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الخارجية والري والزراعة. وقد تم خلال الاجتماع الوقوف على الموقف الخاص بالدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتي تمت بمعرفة المكتب الاستشاري الفرنسي وموقف مصر من الدراسة. كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات الري وتوفير نحو 500 مليون جنيه لاستكمال إنشاء محطات الخلط الخاصة بأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالسد العالي، وكذلك خطط التوسع في استخدام تكنولوجيا الري الحديثة ومختلف مشروعات الري التي تتولى الوزارة المتابعة الخاصة بها. وفي تصريحات لشريف إسماعيل عقب ترأسه اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع بشأن الدراسة الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال أيام بحضور وزراء الري في الدول الثلاث. الموقف فيما يخص سد النهضة والموقف المفاوضات بخصوص هذه الدراسة، من المتوقع أن خلال أيام قليلة هيبقى في اجتماع وزاري للتوصل يعني لاتفاق نهائي بخصوص الدراسه وتبدأ فيها. في تقرير استهلال قدمه المكتب الاستشاري الفرنسي، وفي بعض المحافظات من جانب الاثيوبي والسوداني، ومصر ليها يعني احنا من حيث المبدأ موافقين على التقرير المقدم، ولكن لينا بعض الاستيضاحات مطلوبه. وينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. برحب بك يا سعادة السفير. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. في الحقيقة طبعا صرح رئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم عقد اجتماع بشأن الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال أيام بحضور وزير الري في الدول الثلاث، يعني أي مدى يمكن الاستفادة طبعا من هذه الاجتماعات للخروج بحل الأزمة طبعا في ظل وجود المكتب الفرنسي على هذه الأجندة الخاصة بوضع الاحداثيات، وهل هناك مشكلات أو معوقات ربما تعوق بناء السد؟ احنا نتذكر انه السيد وزير الخارجيه سامح شكري كان على هامش اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك، مؤخرا انتقد وزير خارجيه اثيوبيا واكد على ضروره المصارعه بعقد اجتماع وزاري لبحث اشكاليه التقرير بتاع المكتب الاستشاري الفرنساوي. وكان قبل كده كمان على هامش القمه الافريقيه التقى بيه واكد على ضروره الاهتمام بهذا الموضوع، وانه مصر لا تشعر بالارتياح اذا ما يستغرق هذا الموضوع من وقت. الميزه في عقد اجتماع وزاري هي انه لما بتتعثر الامور على المستوى الفني على مستوى وفود الخبراء، فمن الاهميه بمكان انه يتم تصعيد هذا الموضوع لاتخاذ قرار. في احنا عندنا اليتين، عندنا الاليه بتاعت وزراء الري، وعندنا اليه بتجمع بين وزراء الري ووزراء الخارجيه لكل من الدول الثلاث. فواضح من مصادر عن مجلس الوزراء اليوم انه تم الاتفاق بين العواصم الثلاثه القاهره والخرطوم واديس ابابا على عقد هذا الاجتماع. نامل انه يحرك موضوع إبداء الدول الثلاث الرأي في التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري. الموضوع راوح مكانه وأخذ وقت طويل، وكان يتعين التبكير بإبداء الملاحظات في هذا التقرير، بحيث انه المكتب الاستشاري يمضي في عمله ويخرج علينا في مرحله قريبه نامل بتقريره النهائي، لانه بناء عليه هتتخذ الدول الثلاثه قرارات اللي
بيفرضها هذا التطور الجديد اللي تم الاتفاق بين الدول الثلاثة عليه، ألا وهو اختيار مكتب استشاري، وتم اختيار المكتب الفرنساوي حيث أنه هو يعمل الدراسة للإجابة بشكل محدد. طيب سعاد سفير، يعني بكل شفافية، يعني هناك ربما تسويف في الوقت لحد ما، يعني كيف نرى هذا يعني كسب الوقت لبناء السد، لأن طبعا كما حضرتك تعلم أن بناء السد بيسير قدما مع الرسومات التي ربما توضع، أو حتى مع رأي المكتب الاستشاري، فربما يكون التعديل يصعب في وقت لاحق. هل سيكون هناك إجراءات أخرى إذا ما حدث تضارب ما بين البناء وما بين التقرير الخاص من المكتب الفرنسي؟ من هنا إحنا أبدينا عدم ارتياحنا لما يستغرق ذلك الموضوع من وقت طويل. يعني مش معقولة إبداء الرأي في هذا التقرير المبدئي ياخد كل الوقت ده، وأكدنا على ضرورة أنه يتم تصعيد الموضوع للمستوى الوزاري لبحث هذا الموضوع والبت فيه والرد على المكتب الاستشاري. صحيح. يعني مش معقولة الأمور تفضل تروح تسير مكانها بهذا البطء، يعني نعم بهذا الشكل. نعم. إنما خلينا نفترض أنه إحنا بنتعامل على أرضية من حسن النوايا ونسعى في أننا نقرب من وجهات نظر الدول الثلاثة ونرد في أقرب فرصة على المكتب. نتمنى طبعا عشان يمضي بعمله. نعم. نتمنى طبعا يكون الوقت يعني حليف الجميع، ويكون طبعا هذا الحل موجود على الساحة. بشكرك شكرا جزيلا سعاد سفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. قال رئيس الوزراء إن حجم المشروعات التي تنفذها الحكومة تقدر بواحد تريليون وثلاثمائة واثنين وعشرين مليار جنيه. وأشار شريف إسماعيل إلى أن هناك 383 مشروعاً يجب العمل استكمالها. الرئيس لينا إن احنا نتابع المشروعات المتوقفة، وإحنا عملنا فيها شغل كبير جداً. يمكن السيدة وزيرة التخطيط في الاجتماع الأخير كانت عرضت الموقف، وإحنا عملنا فعلاً شغل كبير وفي المرحلة الحالية، ونتكلم على يعني حجم المشروعات في ثلاث سنوات نتكلم على واحد تريليون 322 مليار جنيه. بنتكلم على حوالي 10500 مشروع بيتنفذوا، انتهى منهم اكثر من 50%. المتبقي ومشكل يعني حاليا متوقف، وبنعمل على ان احنا نبدا في العمل فيه حوالي 338 مشروع. وأوضح إسماعيل أن هناك العديد من الإجراءات التي تمت لجذب الاستثمار، منها قانون الاستثمار، وأشار لأن تلك الإجراءات تشمل أيضا حل مشكلات الكهرباء والغاز وتطوير الطرق والبنية الأساسية. في إجراءات كثير جدا تمت لجذب الاستثمار العالمي المصري. طبعا قانون الاستثمار ده واحد منها، لكن لازم نتكلم أيضا على المشروعات القومية والبنية الأساسية. كان عندنا مشكلة في الكهرباء في الطاقة ما بقتش موجودة، كان عندنا مشكلة في الغاز ما كانتش ما بقتش موجودة. البنية الأساسية من المواني بيتم تطويرها كلها على أعلى مستوى، الطرق بيتم تطويرها على أعلى مستوى. يبقى إذن البنية الأساسية اللي بتضمن نجاح الاستثمار موجودة، إلى جانب المناخ اللي هو بيتمثل فيه قانون الاستثمار الجديد وحركة الحكومة نفسها وحركة الدولة نفسها، إلى جانب المناطق الاقتصادية اللي احنا بنتكلم عليها زي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كل ده بيدعم جذب الاستثمار في المرحلة المقبلة بإذن الله، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن إجراءات الإصلاح أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال حاجة العالم اليوم إلى صوت العقل والتعاون بين الشعوب للقضاء على آفة الإرهاب، وأكد أن الدين الإسلامي بريء تماما من ممارسات تلك الجماعات التي انتسبت زورا لهذا الدين العظيم، موضحا أن الرسالة التي جاء بها رسول محمد الكريم هي السلام للعالم أجمع، كما ينظر الإسلام إلى الآخر الديني نظرة المودة والأخوة، مضيفا أن الغالبية العظمى من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين أنفسهم. جاء ذلك في كلمة عبد العال أمام الجمعية رقم 137 للاتحاد البرلماني الدولي اليوم المنعقدة في سان بطرسبرغ في روسيا.
أعرب مسؤول ملف المصالحة الوطنية بحركة فتح عزام الأحمد عن أمله أن تعمل عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس والتي تم التوصل إليها مؤخرا برعاية المصرية على دفع عجلة عملية السلام، داعيا الجميع إلى عدم وضع العراقيل أو العقبات أمام طريق المصالحة. وقال الأحمد إن ورقة الانقسام استخدمت من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف أخرى للتهرب من استحقاقات عملية السلام، كما أشارت إلى أن إنهاء الانقسام أصبح ضرورة ملحة في ظل محاربة الإرهاب. ودعا الأحمد كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى التحرك الفوري باتجاه عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وكذلك دعم إعادة إعمار قطاع غزة. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلام اليوم أن اجتماع أعضاء لجنتي الصياغة المنبثقتين عن مجلس النواب والأعلى للدولة الليبية أعلن أنه ناقش آلية اختيار المجلس الأعلى المصغر ورئيس الوزراء إضافة إلى اختصاصات وصلاحيات كل من المجلس الرئاسي والحكومة. وقال سلام في بيان عقب انتهاء اجتماع لجنتي الصياغة في تونس أن قال إن الروح الإيجابية كانت هي السائدة خلال النقاشات، وأن أعضاء لجنتي الصياغة أكدوا ضرورة الإسراع في تحقيق نتائج لتمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية وعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى وضعها الطبيعي. اعتبرت الحكومة العراقية اليوم وجود مسلحين من حزب العمال الكردستاني التركي في محافظة كركوك المتنازع عليها مع الأكراد بمثابة إعلان حرب. من جانبه نفى مصدر كردي مسؤول وجود مسلحين من حزب العمال في كركوك. كان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد التقى رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني في محافظة السليمانية بمشاركة مسؤولين كبار في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وآخرون في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه برزاني لبحث الوضع الأمني في محافظة كركوك. يأتي اللقاء في ظل الأزمة الحادة بين إربيل وبغداد بعد الاستفتاء على انفصال كردستان، حيث مددت الحكومة العراقية اليوم إلى أكراد إقليم كردستان مهلة 24 ساعة في محاولة لمعالجة الأزمة بين الإقليم وبغداد عبر الحوار لتجنب وقوع مواجهة عسكرية بين الطرفين. أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية بدء المرحلة الأخيرة من معركة تحرير الرقة من تنظيم داعش الإرهابي. يأتي هذا بعد ساعات من انتهاء عمليات خروج مسلحي التنظيم من المدينة بمقتضى اتفاق لإجلائهم عن المدينة. وفي غضون ذلك أفاد مراسل النيل بسقوط قذائف صاروخية على أحياء دمشق. أنهى الجيش العربي السوري وجود تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بعد عملية نوعية ومكثفة نفذها على أحياء المدينة ذات البعد الاستراتيجي الهام، ليحطم بذلك أحد الخطوط الحمراء التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها للإرهاب واعتقدت أنها لن تتحطم. ندرك تماما أهمية الاستراتيجية لمدينة الميادين في البعد الجغرافي وفي البعد السياسي. مكانة أمريكا ومكان يوضع تحت الحاضنة الأمريكية كما يسمى في المصطلح التفاهم الروسي الأمريكي قد سقط. النقطة الثانية تتعلق بالأهمية الجغرافية باعتبارها تشكل أولا باتجاهين. الاتجاه الأول أنها تشكل مدخلا لمدينة البوكمال وبالتالي استكمال والوصول إلى الحدود العراقية السورية بشكل فعلي وعملي. والنقطة الثانية أنها تعيد تحصين المناطق التي تم استعادتها من قبل الجيش العربي السوري في دير الزور. استكمالا لمحور شرق سوريا وتحديدا مدينة الرقة، فالاتفاق الذي سمح لإرهابي داعش بالخروج من المدينة على أنهم مدنيين هاربين من ظلم التنظيم التكفيري كان أحد الأوراق التي سقطت لتكشف قناع كل مما يسمى بقسد والتحالف الدولي اللذان ادعى أنهما يحاربان داعش الإرهابي، إلا أنهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة. الرقة واحدة من الأوراق أيضا التي ستتكشف طبيعة العلاقة بين الأمريكي وداعش وما بين المرتزقة التي تقاتل تحت راية أمريكا. الآن هي تحصيل حاصل، وبالتالي هو إحلال أو عملية نقل الرقة من سيطرة تنظيم إرهابي إلى سيطرة تنظيم آخر، على الأقل إن لم يكن إرهابيا بالمعنى المطلق للكلمة. هو على الأقل المرتزقة ويعمل لحساب الأمريكا ولا يعمل لحساب الوطني. أمريكا ما تقوم به ليس مقاتل
مقاتل داعش وليس محارب داعش وليس العمل على اندثار هذا التنظيم بقدر ما هو استثمار وتوظيف في هذا التنظيم. وهذا ما ثبته على الأقل من خلال بعض المعطيات اليوم التي تتحدث عن أن المعركة القادمة أو الاستخدام القادم لداعش سيكون في شمال أفريقيا. وهذه النقطة الخطيرة أيضا بمعنى آخر أن الاستثمار الأمريكي في مسألة الإرهاب لم ينتهي، لن يتوقف عند حدود سوريا والعراق. غادر تنظيم داعش الإرهابي الرقة اليوم مصطحبا معه 100 من المدنيين كدروع بشرية باتجاه ريف دير الزور الشرقي. وفي ذات الوقت يواصل الجيش العربي السوري حسم الأمور في شرق سوريا ويتقدم باتجاه البوكمال بعد أن أحكم سيطرته على مدينة الميادين المعقل قبل الأخير لتنظيم داعش قبل الحدود العراقية، وسط مؤشرات على قرب تلاشي هذا التنظيم في كل من سوريا والعراق. إلهام عبيد، قناة النيل للأخبار. بانوراما النيل متواصلة معكم، وفيها بعد الفاصل الاقتصادي. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو إلى 189 قتيلا، ومصر تؤكد تضامنها مع الصومال في مواجهة الإرهاب. والآن وقفتنا الأولى في بانوراما النيل الوقفة الاقتصادية. أصحابنا هذه الوقفة الاقتصادية الزميل مصطفى ميسار. تفضل مصطفى. أهلا بك عمرو عبد المجيد، وشكرا جزيلا لك، وشكرا لك إلهام نمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية نتابع فيها بعد هذا الفاصل. وزارة البترول تعلن إنجاز نحو 90% من حقل ظهر للغاز الطبيعي، وتؤكد بدء الإنتاج قبل نهاية العام الجاري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإلى تفاصيل النشر الاقتصادية. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن نسبة تقدم الأعمال بمشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بلغت نحو 90%، بما يشير إلى بدء العد التنازلي للانتهاء من تنفيذ المشروع وإطلاق باكورة الإنتاج من أكبر كشف للغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط. جاء ذلك خلال تفقد الوزير لسير العمل بمشروع تنمية الحقل، حيث تابع الأعمال الجارية لتنفيذ التسهيلات البرية والبحرية اللازمة لإطلاق بدء إنتاج الغاز من الحقل قبل نهاية العام الحالي. هذا وقد لفت وزير البترول إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ أعمالها مباشرة عقب وضع المرحلة الأولى على طريق الإنتاج. أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على عدم وجود نية لتعديل قانون ضريبة الدخل بطرق تؤثر على المواطن الأقل دخلا. ومن ناحية أخرى أعلن المنير ارتفاع حصيلة الضرائب المحققة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 88.6 مليار جنيه مقارنة ب 57 مليار جنيه العام المالي الماضي. أعلن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع إجمالي صادراته خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الحالي، وقد بلغت قيمة تلك الصادرات 3.805 مليار دولار مقارنة ب 3.534 مليار دولار
خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهر التقرير الشهري للمجلس ارتفاع صادرات قطاعات الصناعات المعدنية لتبلغ 2 مليار و962 مليون دولار مقارنة ب 2 مليار و804 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 6%. قال رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش إن حركة الملاحة بالقناة سجلت رقما قياسيا في إعداد وحمولات السفن العابرة، وسجلت الهيئة عبور نحو 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 10,400,000 طن خلال 3 أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم. وأشار مميش إلى أن الهيئة اعتمدت حزمة من السياسات التسويقية المرنة لجذب خطوط ملاحية جديدة، كما قامت بتنفيذ العديد من المشروعات اللوجستية ضمن مشروع التنمية في منطقة القناة، ولم تكتفي بمجرد تحصيل رسوم لعبور السفن فقط، وإنما شرعت في إجراءات أخرى. وافق وزير الإسكان مصطفى مدبولي على منح المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام أسبوع آخر، وذلك لتسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة في 22 محافظة بالإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي. يأتي هذا في حين أعلن وزير الإسكان الانتهاء من تنفيذ 7,200 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة من إجمالي 7,656 وحدة بالمشروع. حققت البورصة المصرية مكاسب جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم على صعيد مؤشراتها الرئيسية والثانوية مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 775 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه. أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضي ساهم وبدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. وأضاف الصندوق في ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليان اليوم بواشنطن، أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حدوث إلغاء تدريجي للسوق السوداء للعملة، ما عزز من استقرار السوق النقد في البلاد. كما توقع الصندوق أن يسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة صادرات مصر وتحسين البيئة السياحية. أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر خلال لقائها برئيس البنك الإسلامي للتنمية أن البنك بصدد إعداد استراتيجية تتعاون مع مصر بإجمالي تمويل بلغ 3 مليارات دولار لثلاث سنوات خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020. كما التقت نصر مع أمين عام إدارة التنمية الدولية البريطانية، وبحث الجانبان تفعيل إعلان النوايا الموقع بين الحكومتين المصرية والإنجليزية، والذي ينص على اعتزام لندن تقديم 150 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة ل 18 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي. كما التقت الوزيرة بالرئيس التنفيذي لبنك HSBC لبحث زيادة الاستثمارات في مصر. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية، نعود مجددا للمتابعة في البانوراما والشأن المحلي مع الزملاء عمرو عبد المجيد وإلهام نمر. شكرا لك مصطفى لهذه الوقفة. أهلا بكم جديدا. وعود للشأن المحلي، حيث تفقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على أوضاع النزلاء وسبل توفير الرعاية المقدمة لهم. تأتي هذه الجولة حرصا على من وزارة الداخلية على مراعاة حقوق السجناء في إطار الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون وحقوق الإنسان. لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أخذت على عاتقها معرفة أوضاع السجناء داخل السجون على أرض الواقع من خلال جولات ميدانية، هذه واحدة منها داخل سجن برج العرب والذي يبعد أكثر من 220 كيلومتر عن القاهرة. نقاش مع السجناء حول أوضاعهم وتفقد للخدمات المقدمة لهم ومدى جودتها. أعضاء اللجنة أجمعوا أنه لا انتهاكات في حق السجين، وما يثار من منظمات تدعي أنها حقوقية حول انتهاكات بالسجون المصرية لا أساس لها، وهنا دور اللجنة في الرد بعد مشاهدات وجولات ميدانية وتفقد للأوضاع.
هأكد على أن الحقيقة أنا شفت النهاردة لا يوجد تعذيب، زي ما قلنا قبل كده لما كانوا بيقولوا بيكرروا أن التعذيب في السجون والاختفاء القسري، إحنا لم نرى تعذيب. الحقيقة قابلت كل المساجين جنائي وسياسي، كلمت معهم على انفراد بعيدا عن الشرطة اللي موجودة والضباط الموجودين، والحقيقة كلمت معهم بكل أريحية وقالوا لي إحنا لا نتعرض لأي تعذيب، إحنا محكوم علينا بنقضي عقوبات وعندنا أنشطة رياضية، عندنا بيشوف علينا طبيا صحيا، عندنا كانتين كمان بخلاف أكل السجن اللي بيتقدم لينا، كمان تبين لي إنه في وجبات بتقدم للمساجين فراخ ولحمة. أنا بقول الحقيقة المنظومة محترمة جدا، وأنا بحيي وزارة الداخلية وبقول لجميع المصريين لا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية على عهدتي أنا على عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان. لقينا إن المساجين متابعين جدا للحياة اللي بتحصل بقى، الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية، حتى متابعين الأحداث اللي بتحصل في البلد يوم بيوم. فهم بيقولك إحنا بنسمع إن في تقارير، أنا لقيت والله أنا فوجئت، يعني أنا ده رابع سجن أزوره، أنا فوجئت إن أحد المساجين بيقول لي لا إحنا متابعين إن في تقارير منظمات حقوقية بتقول إن في تعذيب في السجون. واحد مسجون بيقول لي أنا بقالي أكتر من 20 سنة محبوس ولفيت تقريبا على معظم السجون اللي في مصر، ما فيش الكلام ده كله. جولة داخل مستشفى سجن برج العرب تكشف عن إمكاناتها الكبيرة لتوفير رعاية طبية للسجناء، ومشاهدة خاطفة لمباراة كرة القدم ضمن الأنشطة الرياضية لهم. الوفد عرج إلى ورش التأهيل التي تتولى تأهيل السجين لحرفة تناسبه وتعينه على الحياة، ومشاهدة لأنشطة ثقافية. بالنسبة للمساجين الأخرى اللي ما عندهمش هوايات بيتم تأهيلهم في خلال مصانع النجارة عندنا، ومصانع الأحذية، ومصانع السجاد، وبالإضافة إلى الثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة الزراعية بيتم تدريبهم على الأعمال وبنأهلهم. الخلاصة منظومة متكاملة لتأهيل السجين، حرفة تعينه على الحياة ورعاية له، وأنشطة ثقافية وترفيهية، فالسياسة العقابية تعني التأهيل قبل العقاب. من سجن برج العرب أراد حقوق النواب أن يبعث برسالة للعالم: الانتهاكات في السجون المصرية هي خيال في عقول منظمات حقوقية لم تكلف نفسها عناء البحث عن الحقيقة، ومن أراد الحقيقة فليتجول في السجون المصرية، وهذا أمر متاح. عبد الله بركات، النيل. إلى الصومال، حيث أفادت مصادر طبية وأمنية بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس بالعاصمة مقديشيو إلى 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، وتواصل فرق الأطباء تقديم المساعدة لمئات الضحايا المصابين بالجروح المروعة، حيث يعاني الكثير من الجرحى من حروق حالت دون التعرف على هويتهم. من جانبها أدانت مصر الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مقديشو، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب. وما هو قادم أخبار الكرة ملعب أخبار الرياضة، تفاصيل الأخبار الرياضية تأتيكم مع الزميلة عبير شوشة. إليك. شكرا إلهام وعمر.